أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لو أهدى الطالب إلى معلمه أو المعلم إلى مدير المدرسة بقصد المحبة والألفة، فما حكم الهدية وما حكم قبولها؟ رشوة رشوة، ما هي بهدية هذه. ليش تسميها هدية بالاسم الطيب؟ هذا اسم طيب، الهدية. حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الهدية، وهذه ما هي بهدية، هذه رشوة سحت، لا يجوز الإهداء للمسؤول أبدا. نعم.